هناك تحديات كثيرة وكبيرة سوف نواجهها لعبور هذه التحديات الموجودة. الاجتماع سوف تكون نقطة تغيير أو البدء بالتغيير وتشكيل قوات عسكرية تكون بإمكانها القيام بمهامها وواجباتها والتحديات الموجودة. وكما ذكر في الاجتماع طبعا من أولوياتها استرجاع المناطق المحتلة مثل عفرين، رأس العين، تل أبيض التي هي بالأساس تحت الاحتلال التركي. طبعا إقليم دير الزور هو جزء من مناطق شمال شرق سوريا، وبشكل عام التحديات الموجودة أو الصعوبات الموجودة إذا كانت أمنية ولا اقتصادية ولا سياسية، منطقة دير الزور أيضا تعاني منها. ومن أحد الأمور التي تم التنويه إليها وهي عمل الخلايا، ولا زالت الخلايا داعش أو يمكن داعش غير مسيطرة على الأراضي، ولكن عملها كخلايا لا زال مستمرا، وهذا طبعا يتم بدعم من دول هي بالأساس معلومة التي الآن تدعم الفصائل، وخاصة على رأسها الدولة التركية، ولا زالت تدعم وبهذا الشكل تدعم خلايا بقايا خلايا داعش التي تعمل في المنطقة، وهم بالأساس يشكلون تهديدا للإدارات الموجودة، يستهدفونها كعمليات اغتيالات لمنع أو لأن يؤثروا لعدم سير الإدارات بالقيام بأعمالها، ويستهدفون الشخصيات العشائرية في المنطقة. طبعا الأمور تحسنت نسبيا إلى درجة، ولكن عمل الخلايا لا زال مستمر. ونحن كقوات سوريا الديمقراطية ضمن هذا الاجتماع أكدنا أن نحن كقوات سوريا الديمقراطية ستعمل بكل ما تملك في بمحاربة ما تبقى من خلايا داعش للقضاء عليها وتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة.